الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وعنه رضي الله عنه، عن ابن عمر، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان وعيد شديد عن الذي يترك الجمعات، وقد جاء في الحديث الآخر أنها ثلاث جمعات، من ترك ثلاث جمعات متعمدا وتهاونا ختم الله على قلبه وجاء طبع على قلبه. وإذا طبع الله عز وجل على القلب فإنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا أعظم الوعيد، أن يختم على القلب وأن يطبع عليه. فعلى المسلم أن يحرص على صلاة الجمعة حرصا شديدا، ويعتني بها عناية عظيمة. فهذا حديث عظيم فيه وعيد شديد: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم وعيد، أعظم من الضرب بالسيوف، وأعظم من سياط العصا، أن يختم على القلب فيكون غافلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: والمراد بالمحتلم البالغ، والمراد بالواجب وجوب اختيار، كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي، والله أعلم. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود الترمذي، وقال: حديث حسن. هذه الحديث في بيان هذه المسألة: حكم الاغتسال يوم الجمعة، هل هو واجب أو سنة؟ قد ذكرنا في الدرس السابق شيئا من ذلك، وقد ذكرنا أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الغسل ليوم الجمعة ليس واجبا، وأن الواجب هو الوضوء، كما دلت عليه الأدلة في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. وحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، إلا أن بقية الحديث تشهد لمعناه، كحديث أبي هريرة الذي ذكرناه: من توضأ يوم الجمعة، من توضأ بأحسن وضوء مات الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صرح صراحة: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. فدل على أن الواجب هو الوضوء، وهذا هو قول أهل العلم سلفا وخلفا من جماهير أهل العلم، بل حكي الإجماع في هذا، حكي الإجماع على أن الغسل مستحب وليس بواجب. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أنه لا ينظر إلى القول بالوجوب، خاصة أن الإجماع قد وقع، لأنه ينقل الإجماع في هذه المسألة، وإن كان هناك خلاف، ولكنه يعني ليس كخلاف، يعني كالخلاف القوي، ولكنه وجد الخلاف، لكن نقل الإجماع في هذه المسألة كما نقله ابن عبد البر وغيره. فالوضوء يوم الجمعة هو الواجب، والغسل مستحب، لكن يبقى الإشكال: كيف يجاب عن هذه الأحاديث التي جاءت كما في هذا الكتاب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى،
في قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا الحديث الأول. والحديث الثاني الذي يرى الوجوب، الذي يرى بعض العلماء أنه صريح في الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فقال هنا واجب على كل محتلم، فكيف يجاب عن هذه الأدلة؟ الجواب عن هذه الأدلة أولا الجمع بين الحديث. عندنا الآن حديث فيها من توضأ وحديث فيها الغسل، فأولا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جاء الجمعة فليغتسل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ولكن صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى الجمعة، فصار الأمر هنا للاستحباب على القاعدة المعروفة عند أهل العلم، الأصل في الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا أتى صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، وجدنا الصارف وهو قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ. بقي حديث النبي عليه السلام الغسل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا قول النبي عليه السلام هنا واجب على كل محتلم صريح في الوجوب، فيقال عن هذا الحديث إن الوجوب في قوله صلى الله عليه وسلم ليس كالوجوب عند الفقهاء، ليس عند تقسيم الأحكام الشرعية إلى واجب ومستحب ومكروه ومباح، هذا تقسيم قسمه الفقهاء بناء على الاستقراء لأدلة الشريعة، لكن ليس معنى الوجوب الذي يكون في السنة هو كالوجوب الذي يقوله الفقهاء. فنرجع إلى لغة العرب، إذا قالوا هذا الأمر واجب ماذا تريد العرب بهذا اللفظ؟ تريد العرب بهذا اللفظ التأكيد، كان يقول حقك واجب علي أي متأكد علي، فهذا هو معنى الحديث غسل يوم الجمعة واجب يعني متأكد على كل محتلم، هذا هو الجمع بين الحديث في مسألة الغسل أو الوضوء يوم الجمعة، فيقال الوضوء واجب والغسل مستحب. كذلك في حادثة عمر رضي الله عنه مع عثمان، عندما كان عمر يخطب يوم الجمعة ودخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وكأن عمر أنكر عليه تأخره، فقال عثمان رضي الله عنه يعني أنه يعني تعذر بشغل، ثم قال وما زدت أن توضأت، وما زدت أن توضأت، فقال عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا يعني ما اغتسلت، وتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالغسل. فهنا هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه مع عثمان استدل به الفريقان، من يرى الوجوب من يرى الاستحباب، فمن يرى الوجوب قالوا إن عمر أنكر على عثمان، أنكر على عثمان رضي الله عنه في محضر الصحابة، ومن رأى أنه مستحب قالوا هذا الحديث هذا الأثر دليل على عدم الوجوب، لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان بالرجوع إلى البيت والاغتسال، فدل على أن الأمر للاستحباب، فدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. هنا حديث سمرة قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبها ونعمت السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وهذا الحديث كما ذكرنا نص في التفريق بين الوضوء والغسل، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، ويكفي عنه الحديث الذي أخرجه مسلم من توضأ فأحسن الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه فضل من عمل هذه الأعمال، وهي أعمال يسيرة وأجرها عند الله عظيم. أولا أنه يغتسل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، إذن عندنا الغسل وعندنا الطيب، وهذه من السنن، والأفضل أن يكون من طيب البيت ودهن البيت، يعني يتطيب ويتطهر في بيته، هذا هو الأفضل. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، في قوله ثم يخرج يدل على أن الطهر
والطيب يكون في البيت كما ذكرنا، لأن الخروج يعني خروج من البيت. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين إذا دخل المسجد، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني مغفرة أسبوع كامل. لا يفرق بين اثنين يعني لا يدخل بينهم، والتفريق بين اثنين لا يجوز لا في المسجد ولا حتى في المجلس كما جاء في الحديث الآخر، إلا بالإذن في المجلس، أما في المسجد فلا يفرق بينهم إلا إذا وجدت فرجة وكان التفريط من نفس المأمومين، لأن بعض المأمومين هو المفرط فتكون هناك فرجة أو يكون هناك متسع فيتخذ مكانا يعني مكانا أكبر من الذي يحتاج إليه. فهنا نقول في مثل هذه الحالة لا بأس أن يزحم هذا ويزحم هذا ثم يجلس إذا كانوا هم المفرطين في جلستهم. أما إذا كانت جلسة اعتيادية فإنه في مثل هذه الحال لا يفرق بين اثنين ولا يدخل بينهم. قال فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له. وهذه السنة قد تكلمنا عنها، أن السنة لمن دخل يوم الجمعة أن يصلي، ولكن كما ذكرنا أن الفعل المفضول قد يكون أفضل من الفاضل بالنسبة للشخص، أما بالعموم فالأفضل الصلاة حتى يخرج الإمام. فلو قال قائل أنا أجد قلبي في قراءة القرآن، نقول فليكن قلبك حيث وجدته، اقرأ القرآن، مع أن الأصل أن الأفضل أنك تصلي، لكن أحيانا يكون العمل المفضول أفضل من الفاضل بالنسبة للشخص وحضور قلبه. قال ثم ينصت إذا تكلم الإمام، والإنصات الإمام واجب كما مر علينا، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثلا الرجل احتلم مثلا يوم الجمعة أو جامع زوجته، الغسل مرتين ولا مرة واحدة؟ لا، مرة واحدة غسل جنابة ويجزى عن الجمعة. إذا سوي مرة ثانية